عن كل العيوب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد. ننتقل للأستاذ غانم. حياك الله. الله يحييك ويبديك. في شيء من جديدك؟ والله أنا مثل ما بينت أنا ماني شاعر، أنا الآن توجهت للإعلام لي يمكن سنتين الآن، لكن عندي خاطرة لما نقول موال قول من قمة المرقاب بنسلم على المتفرجين سلامي أهل الشعر وأهل سلامي أهل الشعر ومن العايدين الفايزين الشعر لهم رقابي اللي بالعلال مرقبين العيد عيد الفطر وانتم عايدين وسالمين. طيب طيب عامت الخير صح حسان وانت سالم؟ انا سالم. طيب طبعا رحب بالامورات اللي دخلت معنا سلاف ضويلي منشدة و ريم اريام منشدة المملكة. حياك الله يا اريام. كلامك بخير اريام؟ انت بخير صح حسان؟ شو اخبارك تمام؟ طيب سلاف كلامك بخير؟ كلامك بخير سلاف؟ وش الورد هذا ما شاء الله طبيعي ها؟ سلاف وش المشاركة اللي عندكم ما شاء الله؟ انتم طبعا تابعين لأحد الفرق مع فواز، واعطونا مشاركاتكم والأناشيد اللي تسوونها بالعيد وبعد العيد وقبل العيد، وش اللي تسوون انتم بالضبط؟ كم عددكم؟ احنا عندنا نوريان مشاركة. نزل المايك شوي. ايوه ممتاز. نوريان مشاركة. طولي صوتك. إذا سمحتوا نسوي لكم. يلا نسمح لك. نسمع. هذا الوطن مبسدة روح سنا حبونها هذا الوطن يا سيدي ديرة ولا كل الديار يا سيدي سلمان أنا شفت بسما وجهك سنا أمن السنين المقبلة وآخر تفاصيل العانة ما همنا من هو يخون من يجرح الدين ويكون ضعيف بعيون الحياة وما يملك أحلى ما عيون لو كنت طفلة ما كبرت لكني أعطيتك عهد أبقى لمر الزمن أبني من أحلامي مكان وأبقى وفية للوطن لو كل هذا الكون خان لو كل هذا الكون خان. استاهلون تحية ما شاء الله تبارك الله. استاهلون. من اللي كلماته هذه؟ من اللي تعرف كلمات من؟ كلمات علي الفايح. اها ونعم. وعندكم ما شاء الله انتم تطلبون بالمهرجانات تقدمون اناشيد. انتم بس تقدمون اناشيد ها؟ لا استعراض. وش تستعرضون؟ استعراض يعني انشودة مع عرض لها كشكل كليب على المسرح. ما شاء الله ترى بعد موديل تصوير. اي عاد انتم مصورين ترى المصورين يطلبونهم صراحه ما شاء الله. ما شاء الله بالذات على منشدة حايل على عريف الباتل وريام وسلاف ما شاء الله اكثر المطلوبات صراحه. عريف الباتل طبعا منشدة حايل. كلامك بخير عريف. وانت بخير. تاخرنا عليك صح؟ لا عادي. شو اخبارك تمام؟ ايه الحمد لله. عريف كذا احنا بالعيد الحين ايش تقولين اول شيء؟ كلامك بخير عريف. اقول كل عام وانت بخير. ايه الجمهور قناة المرقاب. أي قناة المرقاب وكل المتواجدين هنا. ايه؟ وأنا أحب أوجه لهم تحية وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. أريف إحنا بالعيد الحين ما شاء الله يعني إيش تبي تسمعين أنا كذا شيء بالعيد؟ عندي أنشودتين وأشكر الأستاذ محمد خضر راح نسوي يعني أنشود كثيرة والحين راح أسمع لكم أنشودتين. استاهل محمد خضر مهندس الصوت. طيب نسمع وطولي صوتك ونزل المايك شوي أريف. ممتاز. عيد الفرحة لين يعود يستانس قلب الموعود يرسم لنا أحلى الألوان يجمعنا رب المعبود كل سنة وانتو طيبين يلي غلاكم جو العين بابا وماما وأهل الحين والغايب صاير موجود. الله الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا في الكثير الانشوده بس ابغى اخليها ما عندك شيء ابد تعطينا مفاجاه احنا الا لا عندي انشوده بعد اعطينا مفاجاه
كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم في سرور، كل عام ومن العايدين يا أجمل وأغلى حضر. كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم في سرور، كل عام ومن العايدين يا أجمل وأغلى حضر. أغلى حضور، شكرا لك يا ريف، شكرا ما شاء الله، أنت مبدعة معنا. بنرجع لك الحين نهاية الحلقة عشان جهزي لنا شيء ان شاء الله. عندك لحجة. عندك شيء بالعيد هذا؟ عندك مهرجان او حفل او شيء زي كذا؟ ان شاء الله راح اول عيد قدام الامير سعود ابو فيصل. ما شاء الله ان شاء الله راح اقول لكم شوده من باب المونه، راح اسجلها ان شاء الله. اي ابو فيصل يا شيخ، هو الداعم الله يطول بعمره والله السامع. هو اللي لك يعني خلاني مرشدة حايل. تستاهلين امير حايل، خلاني مرشدة حايل. طيب العمل اللي بينك وبين محمد معليش إيه؟ لا ما ندري احنا اذا في عمل، ما عندنا مشكله بين العمل لا تعطين، خلي مفاجاه. لا في مفاجاه ان شاء الله تشوفونه بعد العيد ان شاء الله. الله يوفقك محمد. طبعا فواز بالاضافه انه قائد فرقه، طبعا هم عاد ما ادري ايش تسمونه فواز، انتم ياكل قزاز ياكل جمر يولع بيديه نار، ايش يسمى ياسر؟ والله بنشوف احنا رجل النار، نبي نشوف كله سمع. هذا انتحار يا بس خليك ابد منك، ابد من عند اريف ولع النار هناك وعلى غالي وبعدين تعال هنا كذا. هذا عبارة عن قطن مولع نار باكله انا. ايوه ايوه ولع الصحن. طبعا اقول لك برمضان احنا يعني ما يمديك تسوي شيء، شايفين شلون؟ تعال تعال يا محمد، اطار انه في مشكلة بالجمر. اها تبي تاكل فواز؟ بنشوف شلون. ما شاء الله شايفين الجمرة ما شاء الله تبارك الله. لحظة الله يستر عليك. لحظة لحظة لحظة، شايفين هذه جمر، نبي يولع الحين. عطنا خلنا نولع. بسم الله أدفل عليه أنا عشان يطلع اللي يبوه، ما أبو شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ عليه أولع. لازم الولاعة هذه ولا أي ولاعة؟ أي ولاعة. مشاري نفس الولاعة. تعالي خايفة. طبعا هذه اللي تبي تاكلها ريف. لا شايفين هذه جمر ونار وتاكل على طول كذا ما تحس بشيء؟ لا يا اخي احس في حراره هنا عندك. أبد أبد اكيد ابد. يلا شوف شوفوا مع بعض شايفين؟ يبلع على فكره سطام، يبلع القطن. احنا يمكن ناكل بس خلينا نشوف. تعال نشوف شوف الجمر تسحب وتاكله. ايوه تبي؟ والله ما ادري شو طعم حلو. تبي؟ لا بمشوي انا ما ابي. تبي هذه؟ هذه صعبه. لا اكيد صعبه يعني. شوف مع بعض شوف مع بعض كيف ياكلوا؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. والله اكبر. والله يا اخي بالنسبه للالعاب الثانيه والله شيء خطير. الالعاب الثانيه والخفه الثانيه طبعا تقدر تاكل قزاز؟ يقدر بس ياكل قزاز الحين. بيجيب قزاز؟ بتجيب قزاز الحين؟ احنا ظلنا بنقول بعض شوف. لا احنا جالسين فعلنا مع الاخ فواز. والله يا اخي خفنا يا اخي. اي عشان الجمر. ها تمرير على اليد النار. تمرير على اليد وعندي نفخ نار. ما في مشكله لسانك الحين؟ لا نهائيا نهائيا. نشوف مع بعض محمد، تحيه لمحمد. خلنا نشوف هذه زي حق جدتي الله يطول بعمره، ايش تسمى يا غانم؟ هذا المغزل او المغزل. ايه هذا مغزل، هاي تسمى مغزل. اي نعم. ايه كذا نولعه كله والله يولع لازم كامل. طيب ما شاء الله هذه اصعب البربعانية. شوف ايش ما ادري ايش تبي تسوي بهذه. والله يدي يا ابن وش تسوي بس فواز تقول لنا ايش تبي تسوي؟ احرك على ايدي. الحمد لله ولع الشعر في شروطه شوي. اها لاني من زمان ما سويت. ايه الشعر راح. اعتقد الوضع طبيعي نبي نسوي احنا زي كذا. ما مستحيل عادي والله. في برضه عندي النفخ. لحظه لكن هذا لازم لو حطيت على الوجه طبيعي ولا بس لازم على اليد؟ لا اليد. واي يد تمشي عليها ولا بس انت بالذات؟ جرب. اخاف جلدك يختلف انت. لا ها هذا الكلام اكيد. واذا احترقت يا سلطان جو قلبك جو قلبك. لا لا يا سلطان ما اذا احترقت لا ان شاء الله ما تحترق.
والله تبي صراحة مرة ثانية بالله. أنت تدعون الآن هذا شايفين الأمر فعلا يعني نار وتحس إنه فيه حرارة بس شلون ما شاء الله تمشي؟ طبيعي هو عرض عادي ما في يعني لا جن ولا لا أنتم حطيت على يدي من متى يعني من هو صغير يا سلطان ولا؟ نظام القداس نبي نرجع سؤال حلو نبي نرجع له بس خلنا نخلص هذا بالنسبة لتمرير النار على اليد طيب بالنسبة للنفط إيه طبعا ديزل مع النار يشرب ديزل ما شاء الله الله يشرب ديزل مؤخر بسم الله على بركة الله طبعا هو قاعد يشرب ديزل الحين زي ما أنتم شايفين قاسات شايفين ما شاء الله نكمل مع بعض ما شاء الله اللهم زد وبارك شايفين طبعا هذا الله يكفينا وياك ديزل ها النار. ترى عادي انا اسوي عادي, عادي. لا انا اجيب لي بنزين مو ديزل انا اجيب لي بنزين في بنزين انت عايف الروح تحيه لا صدقك عاد انت خلاص شكرا فواز شكرا حياكم الله اعزائي المشاهدين من جديد بعد ما شفتوا المشهد اللي صار قبل شوي مع الكابتن فواز واكل النار واكل القزاز بس هذا يمكن ما مدانا على القزاز اليوم طبعا احنا في نهايه الحلقه وفي نهايه الجزء الاخير من الحلقه غانم حياك الله الله يبارك فيك غانم نسمع منك قصيده والله قصيده ما عندي لكن اشكر قناه المرقاب واشكر الشعراء والمنشدين واشكر الاعلاميين ياسر وسطام بيض الله وجيههم على هذه الليله الجميله من ليالي العيد والله يعيده علينا وعلى المسلمين اللهم امين كل عام وانت بخير غانم انت بخير ان شاء الله السؤال الحين انت تقول قبل كم سنه كنت لكم تعاونات بحائل مع الامير سعود علشان تجهيز المهرجانات مستمرين مع بعض مهرجان العيد هذا عندكم مهرجان العيد السنه هذه ان شاء الله عندنا هو كان خاص للمحاوره اللي هو السنه هذه وان شاء الله ان فيه اول عيد او ثاني عيد على جميع القنوات ممتاز 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 اتيق كيف تشوف المنشدين حائل الفتره الاخيره والله بزيادة ما شاء الله كلهم مبدعين كل شيء صار بزيادة كل مصورين منشدين كل شعراء حالات هالشيء كثرته يعني بعضهم يقول كثرة هالشيء صراحة احنا بكل بيت منشد يا زين ازي من الاغاني والفنانين والحرام ما في منشدين لك تعاونات معهم بعد العيد او مع العيد او منشدين لا والله بس كلنا اقوياء صداقة ويعني ماشيين مع بعض لكن تعاونات يعني جمعنا عمل يمكن ينتشر تقريبا الأيام القادمة انت تعاونت مع فيصل ومع محمد ومع الجباري شعراء لهم جماهيريتهم لو جاك شاعر مبتدي تتعاون معه ما عندي ما عندي أي مشكلة شرف لي إذا كان النص جيد ويعني بعيد عن الأسماء بعيد عن الأسماء أنا على القصيدة مشي راح نشوف عمل قادم العقدة والله اكيد مش يقول عقدة سقاها من اول الوسم لا هذيك جبه سقاها من اول الوسم الله ما ادري لكن عاد عقدة نسمع منها عقدة ان شاء الله بينزل له بس كل شيء بوقته لكن فيه العقدة يعني اكيد تستاهل عقدة قريتي و بغض النظر انا قريت عن الجمال اللي موجود بعقدة اكيد انت مشاري جيته اي والله جيت ما يحتاج عقدة راح يسوي له عمل لكن بالوقت المناسب نسمع منك راح اسمعكم خلونا نختم دام ختم من ختم بالغزلي للشاعر ناصر مبلع مسي عليه بالخير وكل عام هو بخير ان شاء الله عدي على جمر الغضايم فرقاك بكي ودمع العين هيض نزيله انا اشهد اني بالغلا دومي منساك واليا نسيت القلب نادى خليله واليا نسيت القلب نادى خليله سبعت ليالي كانها اعوام لولاك ثقل الثواني والدقايق طويله قلبي تلوع من تصاري في دنياك نبضة سارع عايش في مليلة نبضة سارع عايش في مليلة سلامتك صح لسانك كلمات صح لسانك كلمات ناصر عبد الله مبلع والحان
الحان والله مقتطف من شيلة نظرة الرجال للمنشد الفلاح المسردي. سؤال لك أخير، الآن أنت لما تجلس بتاخذ كلمات شاعر معين زي محمد جرالة، تروح تبحث عن جرالة لين يتواصل معك علشان تاخذ الكلمات، بالنسبة للألحان من يعطيكم الحق أنكم تاخذون أي ألحان؟ والله ما هو حرام أنك تاخذ لحن، يعني كثير اللي تغنوا بالحان يعني في الفلكلور. يعني أنت برأيك أنه ما في مشكلة تاخذ لحن بس الكلمات؟ حتى لو رفع لك دعوة ما في مشكلة. لكن اذا شرط انه يكون في الكلور، اذا كنت تعرف الشخص اللي له اللحن يفضل انك تذمه، يعني انك تقول صاحب اللحن. بس انتم تحرصون على الشعراء اكثر من الملحنين صح؟ والله اذا اجتمعت الثنتين يا زينه، لانه انا استانس على الشاعر اللي يجيني ويكون اللحن عنده جاهز. اصلا اغلب الالحان صارت كلها في الكلور علشان يصير المجال فيه مفتوح انك تاخذ من فلان وعلان تسمى باسم فلكلور. اي ولكن اللحن يعتبر شخص متعوب عليه، ولا الملحن اكيد يعتبر انسان يعني. ثنتين او ثلاث من الحاني بس ما ذكرت للامانه، لانه ما عندي الثقه اللي انه اقول هذا اللحن لي، يعني ممكن من ايام وسنين وانا ما حضرته، فللامانه ما ودي اذكره. يعني ملحن انت؟ والله احيانا اميل للحان. لان انا عارف ان العائله عندكم عائله شعريه، شاعر انت؟ والله ان شاء الله يعني لي بعض الكتابات لكن اتحفظ. يعني ما تبي تعطينا شيء؟ ترى احنا نستاهل وبالعيد بيتين، لكن اتمنى ان يساعدنا الجوال. طبعا بيتين هذه تحفظ جدا بالباقي، بس بعطيك منه بيتين. الله يسلمك. يقول: على كثر ما هم حواليني انا عايش غريب، واحساس هالغربه معي كني ابوه وهو ظنى، من وين ما لديت وجهي تلفي الضيقه خريب، تحوفني ما كنا تعرف ابد غيري هنا. سلام. أتحفظ بالباقي، هي طويلة تقريبا 16 بيت. أتحفظ بالباقي الأسباب. ولكن تكتب قصيدة يعني؟ إيه أكتب. ممكن نشوفك في أمسيات شعرية خصوصا بحايل؟ والله في أنا لا أمسيات لا، لأني أنا زي ما تقول الواحد يعترف نفسه، أنا شاعر النفسي فقط. يعني أكتب النفسي، أكتب إحساسي، أكتب إحساس اللي حولي، صعب أني أطلع فوق يعني. فلي قصايد وطلعت ولي شيلة من كلماتي كانت بقطر يوم يأخذون كأس الخليج ضد السعودية، يعني من القهر بالشوط الثاني كتبت القصيدة. حتى لوكك قطري أنت على فكرة. قطري قطر ها؟ والله لي قرابة بقطر وأمسي عليهم كلهم، وصداقة مع قطر أنا وياهم بيتي الثاني. العيد السنة هذه في مهرجان راح تشاركوا ولا شيء؟ والله في، لكن اعتذرت. نفس عذر مشاري؟ اعتذارك سبب نفس مشاري؟ لا 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 لا، ما عذاب مشاري لازم يرجع لك هو. لا لا والله انا مسافر، يعني كنت محدد السفره يعني من قبل رمضان انه راح تكون بالعيد، فعشان السبب ترجع بالسلامه. الله يسلم عمرك مشاري. سام اسفين، يمكن انا اللي اعرف ان عندك ضيوف بالبيت، ولكن احنا طيبنا منك كلكم انك انتظرت لنهايه الحلقه. كلكم طال عمرك مشاري، ما ودنا ندخل معك بنقاشات نهايه الحلقه، خاف تروح ربعك معصب. لا عطنا قصيده فيها حصري، كل اكثر اللي جبت ممكن حصري او شيء طلبكم. تشرف والله. طبعا فيها اعمال تجمعني مع المنشدين حمود الشاطري المبدع مسي عليه بالخير، وفايز الشيباني، واسماء كثيره، فهد مطر، وراح تشوفونه ان شاء الله في العيد بعد العيد. لك تعاون مع فهد؟ تعاونت مع قديم وفي تعاون جديد. في تعاون القصيده اللي قبل شوي لقيتها بصوت ان شاء الله. ما شاء الله خلنا نسمع هذه غزليه بصوت حمود الشاطري، ان شاء الله تسمعونها. يقول: شلون ما احبه وانا احب حب اللي تسيد بالحشا قال الوالي، ضلوعي رواقه وقلبي مشبه من كثر ما يركي على القلب صالي، ولو يجرح بسبه ومن غير سبه اقول غالي ويتسلى بغاليه، لو كاس موتي في عروقي يصبه، حبيت حتى الجرح من حبه راعيه وسلم خفوقي للغياب ولعبه، مدري وش يحده على اللي يسويه طاريه، عيا كل طاري يكبه ما فيه طاري مر ما جابه طاريه، قولوا له ان الشوق مثل المنبه ان كان ما صحاه وشلون اصحيه، وندري انه جرح قلبي وطبه يقدر على جرحه ويقدر يداويه، ادري ولا ادري كيف ما خاف ربه يوم اني انا اديه كني ما ناديه، ما اقول غير امحق غرام ومحبه كان يموت بحب غيري ونبي. يا سلام، صح لسانك صح لسانك، ونبي قصيده ثانيه فضلا لا امرا من اختيارك عاد الحين. فرصة العمر مرها والفرصة تطوف، هذه بصوت فايز الشيباني ان شاء الله. فيه كم حظ طاح وكم حظ اعتلى، ومع كثر ما قف الحالي ورد صفوف واخذ المركز الاول وغيره
فلا وكثر ما غلا طموحي لا فالأحلام لو فكثر ما قلت يسلى خاطرا ما سلامات وقعت يلحقني على القلب خوف لين صبره تمادى قال ما هي حلا غربة الحب تطعم مثل طعن السيوف وانت يا طب قلب بالجروح امتلا جيت يا ضيف قل لي غير كل الضيوف اقلط القلب بيتك مرحبا يا هلا كأنك ابطيت لكن مالنا بالظروف انتظرتك وجيت وما بعيني بلا دام قلبك بعد ما جابك الله ما عليها حسوف كل مشكي طاب وكل هم انجلى دام قلبك يحس ودام عينك تشوف وجيت كلك غرام وجيت كلك غلا ايها احبك واحبك كلمه اربع حروف هذه اخر علومي كلها من يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام انا ابي اربع ابيات او خمس ابيات تختار لنا شو ما ادري تبغى اجتماعي ولا غزل لا عطنا غزل اي غزل اجتماعي اخر الحلقه عطنا غزل طيب غزل تذكر جديد يقول فرصة ما صافحت كفت تمني تكشف المستور عن قلب امتهيض جابتك اللي رحلت وغبت عني يوم حبك سند بقلبي وفيض لا تجيني بالسكوت وتمتحني اطلق عنان الحكي والشوق ريض لي دفاك من الشتاء وانت لك مني شعر يهيض قلوب ما تهيض يا سلام صح لسانك صح ابدانك صح لسانك يا مشاري صح لسانك طبعا نهاية الحلقة أسامة أسامة ضويلي عندك شيء قصيدة جدك من هو سالم الشيد ضويلي ونعم الله يرحمه وخلنا نسمع قصيدة الشاعر المرحوم سالم الشيد ضويلي الله يرحمه الله يا عايد على كل ديرة ترزق وطننا ما نريد الفروعي من بارق مثل تهاب السعيرة يا مخترت حضرها بالنجوعي من موقي قصير جبه محيرة يسقي وطنهم والخلايق هجوعي يسقي اللي نازل بالحفيرة يدير التلاش يوم وقت النفوعي له لابس على المعادي ضريرة أمير قوم يقمعون الدنوع صح لسانك صح لسانك يا أسامة وكلام أنت بخير مرة ثانية تقول كلمة أخيرة كلام أنت بخير وأشكرك على الاستضافة وأشكر أن عرفتنا على وجوه الطيبة وأنت أطيب الغالي الله يسلمك يا حبيبي سلاف نعم انت بخير وصحة وسلامة واشكر استاذ سطام انه استضافنا على اخر الحلقة الله يستاهلون ترى باخذ الورد منك بعد الحلقة ها اقول كل عام وانتم بخير الكل موجودين هنا وكل عام وانت بخير استاذ سلطان ممتاز كنتي تبين تعطين تهني احد يقرب لك بالكويت يعني عند بنات خالاتي وبنات عماتي يستاهلون كل عام وانتم بخير الشاعر الجميل والمبدع مشاري كلمة أخيرة في نهاية اللقاء الكلمة الأخيرة أول شيء أشكركم على الاستضافة والدعوة ويعلم الله أني تشرفت فيكم الجميع أخوي سطام أخوي ياسر وغانم وعتيق والمبدع عريف ومبدعين سامي واللي معاه مبدعات وأتمنى أكون ضيف ماني ثقيل على المشاهد رغم أنك تحاول استفزازي ممكن توصي من أبو عبد الله واتمنى اني قدمت اللي يليق فيكم وفي قناه المرجع كفو يا مشاري وهذا التعاون الاول ان شاء الله راح نستمر مع بعض في تعاون شرفنا لا لكم كل لكم باذن الله باذن الله نختم هنا مع ياسر استاذ غانم حياك الله طالب امرك كلمه خيره والله نشكركم نشكر قناه المرجع ونشكر القائمين والمصورين والله يبيض وجيهكم وشكر وتقدير للاعلامي سطام الشمري اللي جمعنا وعادلنا الروح وتكلمنا على المحاور القديم وتكلمنا على الإعلام وتقابلت مع زملائي الشعراء والمنشدين وشكرا لكم طول بعمرك المنشد عتيق كلمة خيرة طال عمرك أنا أحب أشكر الشخص واحد يعني قريب مني قريب الحيل وقريب دعم مادي ومعنوي اللي هو عمي طلال سليمان السويعد ونعم يستاهل مالك زود هو الشخص اللي قريب مني بالحيل يعني يدعمني دايم واحب اشكر الجميع وكل من يثق فيني يعطيكم العافيه منشدة حايل حريف الباتر اول شيء اشكر استاذ سطام الشمري على ظهوري على قناه المرقاب واشكرك استاذ ياسر السمعان واشكرك انت الله يعطيك العافيه واشكر غانم واشكر مشاري واشكر كل اللي متواجدين وأول شيء أشكر الأستاذ غانم وأشكر محمد خضر على دعمه لي وأنا أحب أكون صوتي نفسه زي كذا وأشكر سعود أبو فيصل ها أميرك سعود أبو فيصل ها أشكره أمير حايل
اشكر سلمان. طبعا نمسي بالخير على صاحب سمو الملك الامير سعود بن عبد المحسن امير منطقه حائل، راس الهرم في كل مجال في منطقه حائل، سواء ما جاء اعلامي او امني او سياحي الى اخره. وشكر تعاون مستمر، واذا تعاون معنا كل الحقيقه رجال الاعمال ورعاه البرامج كلها الحقيقه تحت امر الامير سعود بن عبد المحسن، وقبله صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز ادامه الله وحفظه من كل مكروه، والاسره المالكه والشعب السعودي عامة. شكر خاص لكل متواجدين معنا، شكرا لزميلي ياسر الصمعان اللي اتعبناه معنا من بدايه رمضان الى اليوم، هو الحقيقه يوميا متواجد معنا رغم انه كان المفروض انه يكون بالرياض الايام هذه، ولكن كرما منه كان متواجد معنا. شكرا لمشاري غانم عتيق ريف أسامة سلاف واريام، الشكر موصول كذلك لصاحب الالعاب اللي صراحه يدي للحين محروقه منه، فواز الكابتن فواز. شكر خاص لمحلات او قبل المحلات، شكر خاص للاستاذ علي الفايز اللي الحقيقه فاتح الباب على مصراعي منتجع السمرة لقناه المرقب وكل طاقم قناه المرقب في كل مكان الحقيقه، سواء من خلال الريع الحير او حتى السوق الشعبي او حتى الملاهي، وكان من ابرز الداعمين لبرنامج سؤال وجائزه لهذا العام في رمضان. شكر لمحلات بلاك روز على تعاونهم لكل ضيوف الحلقات اللي كانوا معنا زي ما انتم شايفين. الشكر موصول لكم انتم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. ان شاء الله نشوفكم في مناسبات قادمه ان شاء الله باذن واحد احد. الى ان نلتقي الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.